النقيب نجوى محمد مهدي رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية الدرك الوطني بتيزي وزو. تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني بتيزي وزو من الإطاحة بشبكة إجرامية تختص في الاعتداء على مستعملي الطريق وسرقة ممتلكاتهم، كما تم استرجاع مركبة مسروقة في ظرف قياسي. وقع القضية تعود إلى تاريخ 11 أوت 2023، حيث تعرض مواطن إلى الاعتداء متبوع بسرقة سيارته من نوع فورد فيستا عندما كان قادم من مدينة تيزي وزو متجها نحو بلدية دوالة، حيث اعترض طريقه 6 أشخاص مجهولي الجوية يحملون أسلحة بيضاء، أين اعتدوا عليه وأجبروه على النزول من سيارته والانطلاق بها نحو وجهة مجهولة. ليتم على الفور تشكيل دورية من طرف أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو والتنقل إلى عين المكان لتمشيته، حيث تم استخاء معلومات تمكنت من تفيد بتطور 3 أشخاص. بعد التعمق أكثر في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلام وبفضل جهود فريق التحقيق، تم توقيف أفراد الشبكة المقدر عددهم ب7 أشخاص مشتبه فيهم في ظرف قياسي مع استرجاع سيارة مسروقة. تم تقديم أشخاص الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية مختص إقليميا، أين تم إيداعهم بالمؤسسة العقابية بتيزي وزو عن جناية تكوين وتنظيم وقيادة جمعية أشرار لغرض إعداد جناية أو أكثر. السرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد والعنف تجدر الإشارة أن الجدية في معالجة القضية وسرعة التحرك مكن من فك ملابسات لغز 10 قضايا قيد المتابعة كلها متعلقة بالسرقة والاعتداءات لمستعملي التاريخ. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.